بارك الله فيك. سنة الظهر القبلية إذا كانت متصلة بتسليمة واحدة، سنة الظهر القبلية إذا كانت متصلة بتسليمة واحدة، هل يوجد تحيات في الوسط وقرآن في الركعتين؟ ليس في المسألة نص هل نصليها 4 ركعات بتشهد واحد أو بتشهدين، أو نصليها 4 ركعات بتسليمتين، فكل هذا محتمل. بارك الله فيك.